يا سيدي الحكومة بتبيع أولا اللي إذا كان ثم إنسان غلط ولا جهة غلطة هي الحكومة ثم فما ناس أخرين مش واحد لأنك لا تستحق أن تكون عياري ومن مكر أكبر منافق أنت غدوة قرروا الشعب باش يخرجوا مسليانة وتبقى للوالي قال يبقى الوالي ويجي معها يا جبالي الوالي والجبالي في سليانة والشعب يروح الشعب شخص في سليانة نورمالمون في ريونيو مع السيد وزير الداخليه شنو سالتوه بالضبط شنو جاوبكم وباش خرجتوا في الاخر بلغنا المطالب نتاع الجهه اللي هي اقاله الوالي اللي ما فهمش حوار معاه وما فهمش تعامل معاه بالكل طلبنا تحقيق معناها حول هذا استعمال الرش هذه حاجه جديده معناها في تونس وذرت برشا بالنسبه للناحيه هذه انا بهت اللي السيد الوزير قال اللي ماهيش حاجه ما تضرش استعمال الرش واحنا رينا مئات نتاع مجاريح وفما اللي على الاقل 20 واحد جاتهم عمليه نتاع عينين وباش يفقدوا معناها ربما البصر من العين معناها هذه حاجه أنا ما نعرفوهيش في كل في تونس هذا جديد الوزير قال باش يتحاور مع رئيس الحكومة بالنسبة لإقالة السيد الوالي وكهو معناها أنا ما نراهيش معناها نتيجة هي نستنيو ربما بتاو ناخذوا قرار آخر فماشي ما رئيس الحكومة زاد يسمعنا معناها الاجتماع هذا باش خرجوا به بالضبط الأمن والقيام بإعلان على عدم استعمال الرش في المستقبل ضد الأهالي وإقالة الوالي هذايا المطالب ما لقينا منها حتى استجابة كان فقط خطاب لغة خشبية لتبرير العنف اللي تم استعماله ضد أهالي سليانة فقط يعني ما خرجوش بحاجة ما خرجنا بحتى شيء هناك الحكومة تمارس سياسة العامة اليوم أمام مأحد في سليانة المفروض كنتوا في اجتماع مع السيد وزير الداخلية شنو سألتوه بالضبط شنو كان رد بتاعه باش خرجتوا في الاخر احنا المطلوب كنا حابين نلقاو حل باش نخرجوا من الازمه اللي فيها البلاد اليوم والاحتقان اللي فيه سليانة ونلقاو حل على اساس نبداو حوار مع المجتمع مع اهالي سليانة ونخرجوا من الازمه اللي فيها على اساس يقع معناتها استقالة الوالي باش نجمو نبداو نحكيو مع الناس على الناس مش هذاك اول مطلب مرفوع في البلاد وايقاف استعمال هالبارود والرش ضد المواطنين معناتها ما سمعنا من الوزير كان تبريرات وعنف وغيرها وما فما حتى معناتها فما حتى اراده نتاع خلق باسريل هذيك نتاع الحوار مش موجوده غريب كيفاش ناس في اعلى سلطه في اعلى الهرم الدوله اليوم ما عندها حتى وعي بخطوره الوضع في البلاد احنا جينا في وفد ننقلوا لوزير الداخليه زوز مطالب عاجله نعتقد انه دون تحقيقها لن يهدأ الوضع في سليانه المطلب الاول الكف عن استعمال السلاح الحي ضد المواطنين البارود اللي يستعملوا فيه طلبنا بايقافه حالا والمطلب الثاني هو اعفاء الوالي بتاع سليانه من مهامه استمع الى تدخلات النواب وخاصه تدخلات نواب سليانه
المليانة اللي كانوا حاضرين على عين المكان. وزير الداخلية بعد ذلك أعطانا ما جاءوه من تقارير أمنية مخالفة تماما لمرواه النواب واللي يرويوه المواطنين. وإحنا أكدنا في الأخير قلنا له راه مش معقول في تونس بعد ثورة خلال يومين يسقط أكثر من 200 مصاب، 20 منهم إصاباتهم خطيرة وهم تحت العملية الآن. راه السلاح هذا اللي يستعملوا فيه سلاح خطير، ولا حتى يا سيدي على فرض للمواطنين ضربوا بالحجارة نضربوهم نسق 200 مصاب على الأقل في سليانة. قلنا له طالبناه في الأخير، قلنا له سيد الوزير حتى يقوم لقاءنا مثمر وعملي، نطلبوك أنك تصدر الآن بلاغ للرأي العام تقول أن وزير الداخلية قرر إيقاف ومنع استعمال البارود في مواجهة المتظاهرين. رفض ذلك، قال أنا موافق على أن يكون هناك لجنة تحقيق، وإحنا قلنا له نعرف لجنة تحقيق هذه تطول، ويطالب بسلمية التحركات. قلنا له التحركات كانت سلمية، راو هذايا الرفض تتحملوا مسؤولية ما يقع في الفلسطينيين وفي غيرها من الولايات، لأنه رقعة الزيت قاعدة تتسع والخطر والاحتقان في كل مكان. قلنا له تصدر بيان تقول فيه أنه تم منع استعمال البارود ضد المواطنين، ونعرفوا أن الولايات عينهم رئيس الحكومة لكن يخضعوا لتقييم وزير الداخلية. طلبناه أن يؤيد ما طلبنا يا سيدي، قلنا له الوالي هذا بارك الله فيه عمل التنمية وقضى على البطالة وكان محاور ومتواصل مع المواطنين رافضينه، يا سيدي بارك الله فيه انقلوه، راهو في سيانة المطلب هذا غير قابل للتفاوض، الوالي يلزم يرحل عينوه وين تحبوا انتوما. في الأخير حوصل مرة أخرى وقال لي هو غير مستعد لاتخاذ القرارين اللي طلبناه بها، وبالتالي خرجنا يد فارغة والأخرى شيء ما فيها، وإحنا نحمل السلطة وزير الداخلية والحكومة مسؤولية ما وقع وما سيقع على قدر الله.